من حدا قصد المرام الأبعد والسائرون وراه يتلقفون حداه وكأن أمواج الصدى بحر تجاوز ماءه لما عدا خلع الطريق ومرتدى والحقل حين توردا يصف حمرار جروحه شيخ الندى البرق والمطر اهتدى في جدول بجبينه وحديقة بيمينه أترى حصاد سنينه رفع اليد مثل المآذن في المدى فسمت إليه ذواتنا وتسابقت خطواتنا شوقا لتلبية النداء هذا النداء حياتنا طفلت عمر دعت فرعت اجبه ما عليك اجبه ما عليك طفلت عمر دعت فرعت اجبه ما عليك اجبه أرادها كما يحلم ويشاءون دروبا سالكة ملأ برحلات ود وعطاء لذا لم يثنه عن الأمر طبيعتها الصعبة هنا وجبالها الوعرة هناك حين سعى لتطويع السبل لنبل المقصد فهنيئا لأرض الجنوب مقصدا والسواعد مخلصة بأظفار الجبلية طبيعة واعرة فالإنسان كان دائما يستخدم هذه الأماكن للرعي والعبور من مكان إلى مكان وإلى جزمة هذه الطرق كانت بحاجة إلى صيانة وإلى فتح وإلى يعني توسعة نحن نقوم بشق الطرق الواعرة وأحيانا نفتح طرق لم تكن موجودة يعني بدل الطرق القديمة التي كانت ربما تحتاج إلى مسافات طويلة نختصر طرق أخرى ونشق الجبال صعبة جدا هذا أحد الأعمال المهمة نعمل طرق يعني الاستراحات نعمل طرق للكهوف التي ذات أثر تاريخي هذه المبادرة كانت قديمة من قبل النهضة العمانية ما قبل السبعينيات كانوا الناس ما يستخدموا إلا الطرق الجبلية ولكن كانت الوسائل منعدمة وكانت الإمكانيات ضعيفة بس بالرغم من هذا كانوا في أشخاص في هذه الحقبة من الزمن كانوا لهم اتجاهات في هذا العمل التطوعي وكانوا ناس هذه يعني الأشخاص معروفين على مستوى المناطق بينهم مثلاً مثل الاستشاري في وقتنا الحاضر اللي هو مهندس مثلاً يقول لك فلان في المنطقة الفلانية عنده خبرة في بناء في شق الطرق عنده خبرة مثلاً في بناء في صيانة عيون المياه فكانت ما قبل النهضة واحتذوا بها الناس ما بعد النهضة وتطورت إلى يعني وصلتنا نحن ونحن ما زلنا مستمرين فيها وإن شاء الله مستمرة معانا وفي أجيال قادمة بتستمر على هذا الوضع بإذن الله بدت خطواته الواثقة حين عزم على الأمر من قريته قيرون حيريتي حتى أتى يوم التقاهم في طريقه ولذات الوجهة والهدف فأنعم بها صدفة وأكرم به لقاء طبعت تفاصيله في ذاكرتهم وكأنهم يرون ذلك الحادي اليوم مقبلاً على خير المكان فأقبلوا معه بذات الهمة والعطاء
نحن قبل أن نجتمع ونؤلف فريق، وكل واحد كان من كل واحد منا كان يعمل حاله. فأنا كنت أعمل في طوق موجود عندنا في قريتنا وقريب من قريتنا في نيابة كيلون حيرثة، كنت أقوم بمجهود ذاتي بسيطة. جمعتنا الصدفة إنه كل منا له اهتماماته الخاصة في مثل هذا الموضوع، ثم جمعتنا الصدفة والتقينا وصبحنا نشكل فريق. هذا الفريق طبعا يديره مؤمن المسهلي، وهو الدينمو المحرك لمثل هذا، وهو الذي جمع هذا الفريق إلى الإنتاج والعمل. أنا تأثرت بشخص متوفي الله يرحمه اسمه محمد سالم برهان بعمر، الأب الروحي اللي من قام بالعمل في محافظة ظفار في تعمير العيون، في شق الطرق، في عمل الاستراحات الاستجمام، في يعني كثير كثير من الأعمال لا تحصر ولا تعد. فأنا تأثرت بهذا الشخص وهو مسن وكبير يقوم بأعمال يعني جدا لا يقوم فيها إلا مجموعة من الرجال، وهو الحال يستطيع أن يقوم بدور 10 رجال في وقت واحد. فأنا تأثرت بهذا الرجل مع حبي أني أعمل شو اسمه، فتأثرت بحب هذا الرجل والأعمال اللي كنت أعمل معه أحيانا وأشاركه في الأعمال، وهكذا بدأت عندي الفكرة. نعمل كفريق كامل مع بعضنا بعض، شق طرق، كهوف، أودية، وخاصة في المناخات اسمها الأجواء المناخية ذات جدوى. ولأن إماطة الأذى عن الطريق صدقة يجرون عليها، حشدوا نياتهم وصدقها في حبهم لأرضهم دون أن يتبعونها مناً أو أذى، ولا يبتغون منها جزاءً أو شكوراً. في محافظة الظفار عندنا شعب تعاونية، شعب يتعاون فيما بينهم في هذا المجتمع، مستوصل في هذا المجتمع ثقافة التعاونيات، وما في منا هناك، ما حد يمن عليك والله أنا عملت لك ولا أنا، بل بصدر الرحب ما حد يمن على أحد بهذه الأعمال، لأن هذه الأعمال متبادلة، اليوم قد تكون لي وبكرة قد تكون لك وبعد بكرة قد تكون لشخص آخر أو قرية أخرى وهكذا. كنا نستخدم فقط يعني القضمان الحديدية والمطارق، الحين أصبحت لدينا أدوات حفر وأدوات شق الصخور وتفتيتها، وسواء أدوات رفع وتحريك الصخور من مكان إلى آخر بحكم وزنها الثقيل. فالحمد لله أصبحت هذه بحكم التكنولوجيا وصلت الحين كل شيء متوفر وموجود. صارت الناس تحب هذا العمل لأنه في إنجاز وفي يعني أمور يعني سهلت من خلال هذه الأعمال. أيضا بواسطة المشرفين هذا الناس اللي هم سواد الخير يعني بسطوا الأمور، أيضا جذبوا كثير فئات من فئات الشباب لهذا العمل. اللي يدفعني أنا حسب ما كشخصيا يعني وحسب ما ألمسه من أصحابي، أولا العمل لوجه الله يعني طلب الأجر من الله سبحانه وتعالى، ثانيا حب البلد والوطن، وثالثا يعني إبراز الـ يعني المجتمع العماني والإنسان العماني في صورة الإنسان المعطاء البناء. يعني نحن كل ما قمنا بعمل شاق وشعرنا بالإنجاز كل ما شعرنا بالفخر، ما نحسب لا الشقاء ولا نحسب أي مجهود بذلناه. رفع اليد مثل المآذن في المدى، فسمت إليه ذواتنا وتسابقت خطواتنا شوقا لتلبية النداء. هذا النداء حياتنا. مد يده لسواعد خيرة فقال: ها أنا ذا معكم، أشرككم أمري وأحثكم لبناء جسور من عمل دؤوب حتى ينعم الأهالي الأعزاء
والدواب التي لا حول لها ولا قوة بدروب سهلة ورزق وفير، فكانوا الشاكرين وكان القوي الأمين. يعني لما الفريق انتقل إلى منطقة معينة، يعني لو تلاحظ يكاد أن يختفي الفريق من كثرة قبول الشباب على هذا العمل. وأيضا يعني لا ننسى الرجال الأعمال، الناس اللي هم التجار وهذا يساهمون بأموالهم ومعدات وبهذه الأمور، جزاهم الله خير. كثير من الشباب في محافظة ظفار متجه هذا الاتجاه، متجهون إلى إصلاح هذه الطرق، صيانتها، عمل إمكانية الاختصار الطرق إذا كانت مثلا طويلة، لأنه هذه الطرق لا زالوا الناس محتاجينها في مثلا في رعي الإبل في موسم ما بعد الخريف، مثلا في رعي الأغنام، مثلا في بعض الشباب المرتادين الرياضة، سواح الرياضيين يستخدموا هذه الطرق. بالنسبة للصعوبات في مثل هذه الأعمال، الصعوبة تكمن في العمل نفسه، مثلا في مجال شق الطرق أحيانا تكون الطريق مسافتها طويلة، وأحيانا يكون فيها صخور، أحيانا تكون متعثرة بسبب الأمطار وبسبب قلة الاستخدام. فالحمد لله بالجهد والتكاتف والتعاون من كل الفرق تصير هذه الصعوبات تصير سهلة ويتغلبون عليها الشباب والعمل يمشي الحمد لله. لا ينساهم قط، حتى في حديثه عن نفسه وكأنه جزء منهم. لم لا؟ أليست يد الله مع الجماعة؟ وأينما حل عمل جماعي برباط إخلاص وجد كان الهدف أسمى وأجمل. ألفت الأقدار أو جمعتنا الصدفة حتى أصبحنا نألف فريق. هذا الفريق الحين أنا أتكلم باسمه، أنا واحد فقط، مجرد واحد من أصحاب الفريق هذا. هذا الفريق يقوم بشق طرق صعبة جدا، أحيانا لا يتصورها العقل بإمكانياتنا نحن، ولكن بالعزيمة والإصرار هذه الطرق يعني تم فتحها وتم الاستفادة منها بشكل جيد للرعي وللعبور من منطقة إلى أخرى. العلاقة بيننا نحن فريق، نحن مش أنا الحالي، نحن فريق. العلاقة بيننا شباب، علاقة أب وأبناء، أو علاقة يعني مدير بمروسية يعني موظفينه، فالعلاقة مستمرة أخوية، يعني علاقة جدا لا توصف ولا يستطيع واحد يصف. اليوم هؤلاء الشباب بحمد الله يصبحوا يعون أهمية هذه الأعمال ومستعدين يبذلوا فيها كل البذل. كلنا يعني في هدف واحد وهو التطور السياحي والخدمة المجتمعية للمحافظة والسلطنة أيضا بشكل عام. هذه إنسانية، لأنك أنت تفتح طريق لناس ما تكون طريقها، أو تعدل طريق أو كهف. الناس من أول كانوا يجلسون في مكان ظل صغير، لكن تجي أنت وتعدل بجنبه كهف كبير يقوم فيه عوائل أو يقوم فيه شباب أو تقيم فيه حيوانات، فهذا أجر كبير. وكما التمسوا منه طريق خير لأرضهم، ما زالوا يتلمسون منه طرق فكر وتربية ومواطنة حقة لا يميل أو يحيد عنها عوجا. الإنسان لازم يبذل لوطنه ومجتمعه وشعبه ولنفسه. أنا مرة رفعت شعار إنه نعمل قدر الطاقة ولا نعمل قدر الحاجة، نعمل قدر الطاقة ولا نعمل قدر الحاجة. في الشباب لديهم طاقة، فأنا مثلا خلصت دوام الوظيفي على سبيل المثال، لازالت عندي وقت ولازالت عندي إمكانيات ولازالت عندي طاقة، فهل أهدر الطاقة هذه في أشياء تكاسل وضعف ولهو أو مقاهي؟ لا، يجب أن هذه الطاقة التي موجودة في الشباب نبذلها فيما يخدم هذا المجتمع.
نبذلها فيما يخدمني. قول للشباب نريد المزيد من الإنتاج، نريد البذل، مزيد من البذل لهذا الوطن ولهذا الشعب. وهذا الشباب عندهم الاستعداد لذلك إن شاء الله تعالى. هو عمل ألفة بين الجيل القديم والجيل الجديد، هو الجيل الشباب، يعني بأخلاقه أيضا، بخبراته أيضا، بثقافته، يعني يقدر يوصل لك الأمور بكل سلاسة وسهولة بدون ما يعني يصعب لك أي أمر. علاقة ترابط قوي بين الشباب، دائما يوم يشتغل يكون في مرح، يكون في ضحك، يكون في تعارف بيننا وبين الأشخاص اللي ما نعرفهم، وتعرف شخص كان ثاني ولا تشوفه من بعيد وما تعرفه، لكن يوم تتعامل معه وتشتغل معه تحصلها عملة نادرة. ولكي تكتمل الصورة، كان الحماس وقود دربهم الأجمل، والشعور بالمسؤولية المجتمعية بغيتهم حملهم نحوه، اعترافهم بجميل صنعه لتتجلى صنوف الامتنان له عبر كلمات أو سلوك يحذون فيه حذو حاديهم. أولا الشباب أوجد منهم الوطنية الحقة، ليش نلو المثابرة؟ الشيء المحبوب تثابر من أجله، فجهدهم هو حب لهذا الوطن، حب لهذا الشعب، إخلاص في المواطنة، يعني إخلاص في المواطنة الحقة. فهؤلاء الشباب مهما بلغت الصعوبات أمامهم والجهد لا زالوا يعطون المزيد ويعطون وبحب، ما فيهم من يمن عليك على أساس أنه والله أنا عملت ولا أنا سويت لك ولا أنا عملت هكذا ولا أنا عملت في المكان الفلاني، إلا من باب التحريض للمزيد ولجلب المزيد من الشباب. وهذا فعلا آتي ويحصل إن شاء الله تعالى بسم الله. هذا كلمة معبرة، كلمة معبرة عن نحن مجتمع رعوي، وهذا والرعوي يقود فعلا. فأنا أتمنى لهذه الشخصية أن تقود هذا المجتمع. شخصية الحادي هو الشخص اللي ممكن يؤثر على حتى على الجانب الرسمي وليس على الجانب المجتمعي فقط، يعني من ما يقدمه هو اصلا للمجتمعات ايضا. اكيد يعني في ناس تتاثر وتحب تعمل مثل هذه الاعمال، وايضا يخلق جيل جديد للمستقبل بحيث ان تحل محل هذا الناس. هذا الناس يعني ما بيتخلدوا ولكن بيولدوا يعني صف ثاني إن شاء الله للمستقبل. أتقدم بالشكر الجزيل إلى الشيخ سعيد المؤثر الأكبر بهذه المحافظة لهذه الأعمال، وجزاه الله خير. والشكر طبعا يعني موصول لمجموعة كاملة، فريق سواد الخير الذين هم فريق واحد. أكيد الشيخ سعيد يعتبر الأب الروحي، سعيد محمد التاجر الشحري، رجل سهل ممتنع، رجل مثقف، رجل عنده كثير من القدرات، رجل يعتبر مرجع في هذه المشاريع من الجانب الفني، وأيضا من الجانب الاجتماعي رجل خلوق كريم سمح محب للجميع. فأبو أحمد لا تكفي كلمة شكر ولا يجزي عطاء. أشكر أبو أحمد على كل ما قام به من إنجاز في المحافظة وكل ما سوف يقوم فيه من إنجاز بإذن الله تعالى، وأطلب الله أنه يمده بالصحة والعافية، وأشكره على كل مشروع قام فيه وعلى أسلوبه وأخلاقه واحترامه للجميع، ويعني أتمنى أن أكون مثل هذا الشخص. أشكره على كل أعمال قام بها، ودائما هو متصل ودائما هو المشجع، فالله يدوم عليه الصحة والعافية، وأتمنى كل واحد أنه يغدو إلى الشيخ سعيد التاجر إن شاء الله. شكرا لكم جميعا،
يا من تشكلون ملحمة في شق طرق الحياة الوعرة، مستذكرين بها طريقا مضنية اجتازها أسلاف مخلصون بكل حكمة واقتدار. شكرا لكم من أرض أحبتكم أبناء بررة وعصبة خيرة. قصد المرام الأبعد والسائرون وراه يتلقفون حداه، وكأن أمواج الصدى بحر تجاوز ماءه. لما عدا خلع الطريق ومرتدى والحقل حين توردا يصف حمرار جروحه. شيخ الندى البرق والمطر اهتدى في جدول بجبينه وحديقة بيمينه.